يتم إعادة تأهيل هذه المراهب لكي تعود الحياة من جديد. من ضمن الفعاليات والنشاطات الخدمية التي قامت بها وزارة النقل تزويد مدينة الموصل 20 حافلة نقل تابعة لنقل المسافرين والوفود. ساهمت هذه الحافلات مساهمة فعلية وجادة في تخفيف الزخم والعبء عن مواطنين نقل في عملية نقلهم من وإلى محل سكناهم وأماكن عملهم. العمل جاري حاليا لتثبيت الخطوط العريضة لنقل وزارة النقل وتثبيت بصمة حقيقية لهذه الوزارة العملاقة التي تقوم بتقديم خدماتها. هناك توجه تحديث مركبات النقل الخاصة عن طريق الانفتاح للشركات الاستثمار أو التمويل الخاص عن طريق تحديث هذه المركبات، ونأمل من الجهات الساندة والجهات المختصة بهذا الموضوع لتحديث هذا الأسطول، حيث صراحة يعني حيث أنه أكثر أغلب مركبات النقل في مدينة الموصل أصبحت قديمة لا تليق بالمواطن العراقي وابن الموصل، خاصة وإذا التوجه المركزي هو منح فرصة للمواطن الموصلي ليأخذ دوره في الحياة العراقية القادمة إن شاء الله. إن شاء الله راح نغطي جانب الأيمن همين. جانب الأيمن إقبال عليهم يريدون حافلات، فمن وراء شوية الجسور والسيارات ناصية فما نقدر نعبر على جانب الأيمن. فإن شاء الله يعني مدير ما أنا راح ألتقى مدير المرور إن شاء الله سوينا كتاب على جسر العتيق، وهم راح نشتغل إن شاء الله على جانب الأيمن، أهم شيء جانب الأيمن. وإن شاء الله إن شاء الله هاي مبادرة كمبادرة يعني حلوة، وان شاء الله يعني راح مدينه الموصل يعني راح يغطوها بالحافلات، راح يدزوني من 50 حافله الى 100 حافله ان شاء الله. نتمنى من الحكومة أن تزيد الباصات في الجانب الأيمن والجانب الأيسر لكثرة الزحامات في المدينة، وتسهل حركة المرور بالشارع، وسرعتها وراحتها الجاية للجامعات تكون أسرع من الباصات الصغيرة. فنتمنى يعني تكثر الباصات في الجانبين الأيمن والأيسر. رأيكم هاي الحافلات شنو؟ والله رأينا يعني قلت لك خطوة فعالة وناجحة وطور المدينة للأجمل والأحسن. أبونا حمود الإمام.